ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنتهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم، وده بعد مرور 15 يوم من التسابيح والتراتيل التي كانت تعلو أصواتها من الكنائس القبطية. النهاردة هتنظم جامعة الأزهر وعلى مدار 3 أيام بمركز القاهرة للمؤتمرات فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان من أجل المناخ إفريقيا في القلب تحت شعار بيئتنا حياتنا. الملتقى بيناقش دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر وحشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، بالإضافة للمساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء. النهاردة تحيي فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.